مساء الخير لكل الساده المشاهدين في مصر وخارج مصر. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اكلات وتكات الشيف حسن على قناه الحياه. زي ما عودناكم تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38550017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. نحن مستمرين معاكي في مهرجان صيفك عندنا مش في اي حته ثانيه. الصيف بيحب السهر والسهر بيحب الاكل وبيحب الحلويات والمشروبات والمسليات. تعالوا نعرف المنيو بتاعنا النهارده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان سهرتنا تحلى. هنعمل ايه يا عم حسن؟ هنعمل كوسه بشاميل، وهنعمل كمان جنبها شويه فراخ مشويه، وهنعمل سلطه كوسه وشويه رز ريزو بتريكات وحركات الشيف حسن. تعالوا اما نشوف اول حاجه عشان نعمل كوسه بشاميل. بكوسه بشاميل الثلاث مكونات ليها: الكوسه هنعمل لها سوتيه، هنعصج لحمه، هنعمل صوص بشاميل. يكون عندي جبنه موزاريلا او جبنه شيدر او جبنه رومي او اي حاجه ما اقفش عليه. وفي نفس الوقت جبت فرختين فرخه حسب افراد اسرتي، غسلتهم من بره ومن جوه، ملح خشن وفلفل خشن ودي وخل، وفتحتهم سندوتش من ظهرهم كده اهو زي ما انت شايف، وصفتهم خالص. يبقى عندي فرخه وزنها كيلو 200 كيلو ونص، اغسلها من بره ومن جوه، ملح خشن وفلفل خشن ودي وخل، وادعكها كويس جدا جدا مره واثنين وثلاثه واربعه، وافتحها سندوتش. وبعد كده انقعها في محلول ملحي فيه ميه بتلج بخل بعصير ليمون ملح خشن، وبعد كده اصفيها، وبعد كده هشرحها واكسر العظم جواها. على ما ابدا الفراخ تتصفى اعلق على الريزو بتاعي، بحط معلقتين من الزيت عشان اعمل الريزو، بحط بصلايه ناعمه، بصلايه ناعمه عندي، وبعد كده بحمصها كويس. البصلايه كاري كركم، وادبلها خالص البصلايه بتاعتي. اول حاجه بعلق لك على شويه الرز الريز، وفي الاثناء دي تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. اتفقنا عشان اعمل كوسه بشاميل بجيب عندي سمنه وزيت، عندي بصل شرايح، وعندي توم، وعندي كمان يا عم حسن كوسه مغسلها ومقطعها شرايح. عشان اعمل بقى اول حاجه الكوسه، تعالى اما نشوف هنعمل ايه. احط الزيت والسمنه يقدحوا، احط البصل الاحمر شرايح، البصل قد الكوسه، البصل تكون مقطعاه شرايح قد الكوسه كده زي ما انت شايف، خطواتك كلها قدامك كده. وفي نفس الوقت هعصج اللحمه بتاعتي على ما البصل بتاعي يدبل. البصل قد الكوسه، خطواتك كده، وهنا البصلايه بتاع الرز الريزو تدبل، ايدك عليها كده واحده واحده. يبقى انا معلقها على الرز وبعمل الكوسه بشاميل في نفس الوقت. البصل بدبله في سمنه وزيت، وبعد كده الكاري والكركم بتاعي عشان اعمل بيهم شويه الريزو. عندي هنا احط في البصله بعد ما بقت شفافه كده، احط معلقه كاري ومعلقه كركم مع بعض، واحط ورقه لورو، واحط شويه ملح وشويه من الفلفل ومكعب مرق، واحمصهم كويس قوي في البصلايه اللي فيها الزيت. الكاري والكركم والملح والفلفل ورقه اللورو حمصتهم كويس كده، وبجيب كميه من الميه بعد ما كل اتاكد ان كل ده اتحمص مع بعض. كميه من الميه قد الرز مرتين ونص. خد بالك حمصي كويس ما تستعجليش. البصلايه مع الكاري والكركم والملح والفلفل ومكعب الورق ورقه الرو حمصيه كويس قوي اهو. وهنا بقلب برضو البصلايه في الماده الدهنيه عشان تبقى شفافه. البصل الاحمر الشرايح، اول ما اتاكدت ان عندي البصلايه يا ياسر اتحمصت مع الكاري والكركم والملح والفلفل ومكعب المرق وفي نفس الوقت ورق لورو، ادي كميه من الميه مرتين ونص من كميه الرز. خد بالك مرتين ونص من كميه الرز، واسيبها تقصر. تفاصيلك كلها قدامك واحده واحده كده، اسيبها تقصر يا ياسر. لففها لفتين واغطيها واسيبها تاخد غلوتين بتوعي. على ما اعمل ايه؟ اجهز حاجه البشاميل عشان اعمل الكوسه بشاميل. عايز اعمل بشاميل انسيابي. بجيب ثلاث معالق من السمنه او الزبده وثلاث معالق من الدقيق وشويه ملح وشويه فلفل ابيض ومكعب مرق. عشان تعمل بيهم ايه يا حسن؟ اعمل بيهم الرول ماده الرابطه اللي يكون عندي ست كوبايات لبن، اكون حاططهم على نار هاديه يكونوا دافيين. ست كوبايات من اللبن احطهم على نار هاديه يكونوا دافيين. اقلب كده اهو يا ياسر البصلايه في الماده الدهنيه بتاعه الكوسه، واحط هنا اهو معلقه سمنه عشان اللحمه، وبحط بصلايه
عشان اعصج اللحمه بتاعتي. بصلايه هنا هعمل العصاج بتاعي، وهنا هعمل الكوسه بتاعتي. خطواتي كده كلها ماشيه مع بعض. وابص هنا اهو يا ياسر على الرز بتاعي، الميه بتاعت الرز، ماده دهنيه، بصل، كاري، كركم، ملح وفلفل، ورقه لورا، ومكعب مرق، غليوا كويس مع بعض. اروح حاطه كميه من الرز البسمتي، الميه قدها مرتين ونص، خدي بالك من التركه دي، واحورها كويس قوي كده. واول ما تغلي اهدي النار للنص، خدي بالك من التركه كده، واحده واحده. اول ما تغلي هدي النار للنص، سهل جدا سهل جدا. البصل هنا بقى شفاف خالص بتاع الكوسه، بحط له معلقه ثوم مهروس واقلبها، معلقه الثوم المهروسه. واول ما الريحه تطلع عليا كده بحط كوسه على قد الطاجن بتاعي، تكون غسلاها ومقطعاها شرايح، واسيبها تحس بالحراره عشان تبدا تهبط مع البصل والثوم والماده الدهنيه. خطواتك كده كلها قدامك اهو. وفي نفس الوقت اللبن بتاعي بتاع البشاميل اللي بدفيه اسيبها خالص كده. ارجع هنا اهو لتعصيج اللحمه. البصل بقى شفاف كده، احط كوبايه من اللحمه المفرومه، احط لها معلقه صلصه، طماطمايه مبشوره، اتبلها ملح وفلفل وبهار وشويه سكر، واجيب لها سقساء ميه سخنه، سقساء ميه سخنه بتغلي عشان ايه يا حسن؟ تتخرز معايا وتثبت معايا زي ما هتشوفي دلوقتي قدامك. سقساء ميه سخنه بتغلي، واقلبهم مع بعض وهد عليها النار تتسبك صح الصح. خطواتك كده كلها قدامك. والكوسه جنب ادي اللحمه العصاج بتاعتي، بعد ما اديتها الصلصه والطماطم والبهارات وسقساء الميه، بعد ما دبلت البصله بتاعتي كويس، اسيبها تتسبك كده قدامك اهو. يا تفاصيلك تمام كده قدامك، كل التفاصيل كل التفاصيل قدامك. الكوسه تمام، تبدا تحس بالحراره، تبدا تنزل. خطواتك كده كلها قدامك يا جمالك. وهنا الرز وهو بيغلي كده اروح مديله تقليبه يا ياسر، مديله تقليبه. بعد ما غلي كده اديله تقليبه كويس، وهد عليه النار للنص. خطواتك كده كلها قدامك اهو، هد عليه النار للنص. كل تفاصيلك كده قدامك اهو. غلي كده تمام يا ياسر، اهدي النار للنص. اجي بقى انا اهو للايه؟ اللحمه عندي بتتعصج، وعندي كمان بسوي الكوسه 50%، بعد ما اديتها ماده دهنيه وبصل وتوم والكوسه، اتبلها ملح وفلفل وزعتر وروزماري، اجي اعلق على البشاميل. لبني دافي وحاجتي دافيه، عندي الكازارول بتاعتي اهو اللي هعمل فيها. احط ايه يا عم حسن؟ ثلاث معالق من السمنه او الزبده، وقدهم دقيق. ثلاث معالق من السمنه وقدهم من الدقيق، واتبلهم شويه ملح وشويه فلفل ابيض ومكعب مرق، كل ده مع بعضه. واروح جاي يا ياسر محمصهم كده مع بعض، السمنه والدقيق والملح والفلفل ومكعب المرق، سويهم كده. سويتهم اروح جايب لهم ست كوبايات لبن دافي، ست كوبايات لبن دافي، واروح جاي نازلهم عليهم بسرعه كده اهو مره واحده. تفاصيلك كده كلها قدامك اهو، واقلب فيهم لحد ما يربطوا. يبقى البشاميل بكل سهوله، ماده دهنيه، سمنه او زبده، ثلاث معالق من السمنه او الزبده، ثلاث معالق دي، شويه ملح، شويه فلفل ابيض، مكعب مرق. وبعد كده احمصهم ياخدوا اللون الذهبي الفاتح. وفي نفس الوقت اعمل ايه يا حسن؟ اكون مجهز ست كوبايات لبن دافيين كده جاهزين عندي. بص التفاصيل، قلبي بسرعه كده واربط عندي. ارجع للحمه العصاج، بص العصاج بتاعي ما خدش وقت عندي، لان التكنيك صح وكل حاجه صح. بص اللحمه العصاج بتاعتي قدامك اهو، اديتها جليس اساء ميه عشان تعمل خرز واحس باللحمه وهي ايه دواير معايا. ارجع هنا اهو للكوسه، البصله في الماده الدهنيه مع التومه كده جاهزه عندي. الكوسه بدات تحس بالحراره، بدات تنزل معايا. خطواتك كده كلها قدامك. تعالى اتبلها ايه يا ياسر؟ ملح وزعتر وروزماري وشويه نعناع ناشفين،
واللحمه بتاعتها جنبها. ادخل توابلي كلها مع بعض مع التومه والبصل والماده الدهنيه والكوسه وبهاراتك كده، يا دوبك تدبلها مش اكتر من كده عشان تاخدش سوا في النار. اكون مجهزه البايركس اللي هعمل فيه وجبنه موتزاريلا. ادي البايركس وجبنه موتزاريلا، خد بالك اهو. ادي البايركس بتاعي وجبنه موتزاريلا، وفرن مشغله على درجه حراره 200 عشان ياخد جراتان. والبشاميل اللي بقلب فيه، التكنيك سهل. بتاع زي ما انت شايف لحمه على الساج خلاص خلصت. على الساج تخلص قدامك اهي. وفي نفس الوقت عندي الكوسه بتاعتي قدامك اهو. خدت البصل والثوم والماده الدهنيه والبهارات جاهز عندك. والرز عندي هديت النار بعد ما خفت حرارته ل 50%. تمام كده من الحل الاخر. اعمل تقليبه للرز. يا جمالك يا حركاتك يا تفاصيلك. قدامك الرز اهو وبشاميلاتك جاهزه. بص البشاميل انسيابي ازاي. بشاميل انسيابي 3 معالق سمنه او زبده، 3 معالق دقيق، شويه ملح، شويه فلفل ابيض، مكعب مرق، 6 كوبايات لبن دافيين، تقلبي فيهم يربطوا معاك. التكنيك مهم بقى بتاع البايركس اللي هتعملي فيه الكوسه بشاميل. تقدري تعملي طبقه من الكوسه وطبقه من الحشو وطبقه من الكوسه، او تقدري تقلبيهم مع بعض، يعني اللحمه اللي على الساج تقدري تقلبيها مع الكوسه وتعمليها كلها بايركس، او تقدري تعملي طبقه وطبقه زي ما انت عايزه. احتاري واختاري، اهم حاجه الكوسه تحس بالحراره وتدبل زي ما انت شايفه كده، كانت عاليه ازاي في الطاسه، حست بالحراره دبلت عشان تاخدش سوا وتعمل الدنتي وانت في الفرن ما تكونش معجنه، تقطم تحت درسك. واللحمه عندك بقت على الساج تمام قوي اهو. تمام. والبشاميل جاهزه، خطواتك كده كلها قدامك انسيابي. والرز الريزو جاهز، هديت النار على النص وقلبته تقلبتين يختم عندي ويطلع زي الفل. البشاميل بتاع انسيابي لان مع مظبوط ثلاث مقاديره، عباره عن 6 كوبايات لبن، حطيت لهم 3 معالق سمنه او 3 معالق زبده، 3 معالق دي، شويه ملح، شويه فلفل، شويه مكعب مرق بالشكل ده. اروح جايه كده تقليبه للكوسه كمان بعد ما اديتها البهارات والماده الدهنيه والبصل والثوم. جاهزه عندك كده. اجي هنا هو التتبيله يا عم حسن اللي هتتبل بيها الفراخ المشويه عباره عن ايه؟ عبارة عن نص كوباية مية طماطم، نص كوباية مية بصل، حطيت لها معلقتين من الكاتشب، معلقة من الخل الأبيض، معلقة من الزيت، معلقة ثوم مهروس، وشوية ملح، وشوية فلفل، وشوية حبهان، وشوية زنجبيل باودر، وشوية بهار باودر، وشوية قرفة، وشوية زعتر. دي بهاراتك يا حسن اللي هتبل بيها الايه؟ الفراخ المشوية. وقلبها كده مع بعض تندمج. والفراخ غسلتها كويس قوي يا ياسر، ونضفتها من جوه ومن بره، مدعوكة ملح خشن وفلفل خشن ودقيق خل، وشطفتها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وفتحتها ساندوتش ونضفتها من جوه، ونقعتها في محلول ملح عبارة عن إيه يا حسن؟ عبارة عن مية بتلج فيها خل، فيها ملح خشن، وفيها كمان عصير ليمون عشان أي زفارة تبقاش موجودة في الفراخ، عشان تستمتعي بيها وتشويها. أهم حاجة الشواية بتاعتك تكون قوية عشان تكون التفاصيل. يبقى أنا كده جهزت البشاميل وجهزت الكوسة بتاعتي عشان أبدأ أركب، واللحمة على الصاج أبدأ أركب الطاجن. بس قبل ما اركب الطاجن ابدا اعمل ايه؟ اتبل الفراخ بتاعتي عشان ايه؟ تاخد وقتها. الفرخه افردها زي ما انت شايف كده، تحتها منديل، تحتها كيس بلاستيك، وفوقها كيس بلاستيك، وافتحها فتحه من الصدر ده كده ومن الصدر ده كده يا ياسر، عشان التتبيله وعشان السوى بتاعتك. ومن عند الورك بتاعها برضو تروح جاي فاتحها فتحه كده، ومن هنا فتحه كده. فتحة طولي وفتحة طولي وفتحة عرضي عشان أكسر عظمها وأحطها في التتبيلة بتاعتي.
وحط عليها كيس بلاستيك وكسر يا ياسر العظم جوه اللحم. انا مش عايز اخليها عشان تستمتعي بطعم العظم وهو متكسر مع لحمه الفراخ. كسري العظم بتاعها جوه الايه؟ اللحمه، ما تخلهاش عشان هيديها طعم، لو خلتيها مش هتاخد الطعم الجميل بتاع النخاع بتاع العظم بتاعها. كسري عظمها جواها كده زي ما انت شايفه. ابص على البشاميل بتاعي خلاص جاهز. بص جاهز انسيابي تمام. تعالى اجيب لك لوش وتشوف كل حاجتك. بشاميل سهل جدا انسيابي وزي الفل اهو قدامك. تعالى شوف العود بتاعه. يا جماله الكوسه استوت واللحمه جاهزه خلاص. اللحمة العساك جاهزة، الكوسة جاهزة كده بص التفاصيل، واللحمة العساك جاهزة اهي، والكوسة اهي. تعال خد الكوسة حطها هنا، بص التفاصيل كده، واروح جاية واخد عليها شوية من البشاميل الانسيابي ده. وايه تاني يا حسن؟ شوية جبنة موتزاريلا أو جبنة شيدر. بص التفاصيل كده وقلبيها كده فيها. قلبيها فيها كده. بص التفاصيل. تعالى بقى يا ياسر. آخد نص الكمية دي أحطها هنا. تمام؟ نص الكمية كده. محتاجة سنة كمان. عشان تظبطي الطاجن بتاعك أهو. واظبطيهم كده. واروح جايبه لوش من البشاميل الانسيابي. بص البشاميل عامل ازاي، ورشه جبنه، واجيب اللحمه العساك. اجيب اللحمه العساك بتاعتي زي ما اتفقت. تقدري تقلبيهم مع بعض او تقدري تعملي طبقه في النص من اللحمه العصاج زي ما انت عايزه. خطواتك كلها قدامك كده. وبعد كده يا حسن اروح عامله ايه؟ جايبه صوص بشاميل انسيابي. بص قدامك اهو. وجبنه موتزاريلا. واروح جايبه بقيه الكوسه يا ياسر وانت معايا كده. بقيه الكوسه اهو اوزعها دي واحده تمام كده. واعمل حساب البشاميل الانسيابي تمام. واروح جايه جايبه بقيه البشاميل عشان اسقيه. تعالى كده يا ياسر. بص البشاميل الانسيابي قد ايه بقاله، قد ايه معموله، ما جمدش، عشان كل شيء محسوب، كل شيء مدروس في الاخر نتيجه ليك. يا جمالك. اجيب منديل انضف الحروق بتاعتي عشان ما تاخدش لون اسمر في الفرن بتاعي. وأحش الأول جبنة. والجبنة شيدر جبنة موتزاريلا ما توقفيش. اعملي اللي أنت عايزاه، خطواتك كده كلها قدامك أهو. يا تفاصيلك. يبقى الجبنة جوه الخلطة وفوق البشاميل مرتين وفوق كمان هنا أهو. دلعي زي ما أنت عايز. يا جمالك طبقاتك أهو. ليسيب. تعال اما ندخله ياخد جراتان يستوي. درجة الحرارة 200، درجة الحرارة 200، درجة الحرارة 200 يا ياسر. درجة حرارة 225 دقيقة. تعال اما تبل الفراخ الأول
عشان تاخد وقتنا، ستبل فراخي الاول عشان تاخد واشوف الرز بتاعي. عند الرز بتاعي تعالى شوفه النبي بعد ما هديت النار عليه النص. بص عليه كده ودلعني. بص الخيط، بص الخيط، بص الدلع قدامك. احلى شويه رز ريزو بتركات وحركات الشيف حسن. عملت التتبيله يا ياسر وكسرت العظم بتاعي جوه الايه؟ اللحم بتاعي بعد ما غسلت الفراخ كويس قوي. اخد الفراخ بتاعتي احطها في التتبيله نص ساعه. قدامك اهو، احطها في التتبيله بتاعتي نص ساعه. واجيب الشوايات بتاعتي يا ياسر، اسيبها نص ساعه في التتبيله يا ياسر، اقلبها على الوش ده وعلى الوش ده في التتبيله، واسيبها نص ساعه في التتبيله في الثلاجه. يا ريت يكون ليله، يكون احسن كمان. لو انت حطيتها ليله ومكسرها كويس تكون احسن. بعد ما سبتها في التتبيله شويت بتلمعها ماده دهنيه يا ياسر، شويت متلمعه ماده دهنيه. ما عنديش شوايه، في الفرن. وكل 10 دقائق اقلبيها على الوش في الفرن، وكل 10 دقائق اقلبيها زي ما انت عايزه. شويت اهو زي ما انت شايف كده اهو. واجيبها احطها على ايه؟ العظم بتاعها مش على الجلد. واشغل شوايه ثانيه واحط ده. تعال احط ديت ونطلع فاصل ونرجع نعمل الصدمه بتاعتنا. قدامك اهو بعد ما تبلتها كويس. تعال اديها الصدمه. التركات والحركات لها ناسها. انتظروني.